يعني لما ارجع فلاش باك لازم ابكي بكي حقيقي. انا من الممثلات اللي ارفض خلي القطرة. اخلي القطره مستحيل صح. انا اعتبرها خدعه للمشاهد، ما احب انه انا لما اكون مشاعري تكون مشاعر حقيقيه للمشاهد، اذا انا راح اوصل له راح يحس بي. حس بيش بالضبط، احمرار احمرار العين لما الانسان يتالم ويبكي. احيانا ما تقدر تنزل دمعه، بس احتقان الاحمرار بالعين بالضبط هو يعطيك حزن عميق. العين بحر، احيانا يقول اين تتكلم، اذا انت اختزلت الكلام. هو يكون لغه العيون هم موجوده بنظره يعني. العيون زين. فكنت كلش الاقي صعوبه لما طبعا استذكر الماضي، استذكر ما شاء الله احنا يعني ماضي مليء بالشجن. لازم تجي لازم تجي. فاشتغلت العمل واني كلش متفائله بنجاح هذا العمل، فعلا مثل ما توقعنا العمل. واثني ايضا على المخرج الرائع المحترف ثامر العسلاوي، بحيث هذا المخرج اثبت جداره غير طبيعيه. طلع كاميرا جديده بصراحه، يعني كاميرا جديده، كاميرا صورة جديدة. صورة جديده، زوايا، كل شيء صح. فكان عمل مميز.